طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بداية بنرحب فيكم. طبعا احنا هنعيد اللي حكيناه المحاضرة اللي فاتت لانه في بعض الطلاب اجوا لأول مرة. هنبدأ في عرض الكورس اوتلاين او خطة المساق. طبعا الكورس اسمه داينامكس، هو الكورس الاول في الهندسة الميكانيكية بعد كورس الاستاتيكا. الهدف من الكورس او ممكن وصف الكورس بيغطي اللي هي ميكانيكا نيوتن، اللي هي ميكانيكس اوف نيوتن. هتشمل الكورس دراسة اللي هي كيناماتكس اوف بارتيكلز اند ريجيد بوديز، وبرضه كيناتكس اوف بارتيكلز اند ريجيد بوديز. لما بحكي كيناماتكس بحكي عن دراسة الحركة للأجسام. دراسة الحركة للأجسام اللي هي بتتعلق بالإزاحة والسرعة والأكسلريشن مع الزمن بدون التطرق للمؤثر الخارجي اللي هو القوة اللي خلت الجسم يتحرك. الكيناتكس أنا بأربط بين الحركة والمؤثر، يعني بربط بين الفورسز والموشن. طبعا هنستخدم العديد من الطرق في تحليلنا لدراسة الأجسام المتحركة. هنستخدم نيوتنز لو، هنستخدم البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم، هنستخدم البرنسبل اوف ورك اند انرجي، برضو هندرس التصادمات خلال هذا الكورس. الكورس هيكون نشتغل فيه على مستويين، مستوى البارتيكل ليفل ومستوى الريجيد بودي ليفل. هيكون في 3 شابترز على البارتيكل داينامكس و3 شابترز على الريجيد بودي داينامكس. في نهاية الكورس مفروض الطالب يكون قادر على نمذجة مسألة أو مشكلة ديناميكية أو لدراسة حركة جسم. لازم يكون قادر أن يرسم فري بادي دياجرام، يعمل معادلات الحركة equations of motion، يعمل كيناماتيك أناليسز، يعمل كيناتيك أناليسز سواء كان ب2D أو ب3D. الكتاب يعني هو من أشهر الكتب المستخدمة في المجال، اللي هو المؤلف تاعه بير فيرديناند أند جونسون، اسمه فيكتور ميكانيكس فور إنجينيرز داينامكس، النسخة الـ12، الناشر ماكرو هيل، وأنا معطيكم ISBN نمبر. الموضوعات اللي حيتم تغطيتها في الكورس، شابتر 1 اللي كيناماتكس أوف بارتيكلز اللي هي دراسة هندسة الحركة للجسيمات، اللي هي الحركة على خط مستقيم والحركة على منحنيات. الشابتر الثاني اللي هي كيناتكس اوف بارتيكلز، حربط بين الموشن والمؤثر الفورسز من خلال نيوتنز سكند لو اللي هي F=ma بشكل اساسي. الشابتر الثالث كيناتكس اوف بارتيكلز، برضو حربط المؤثر مع الموشن بس باستخدام طريقة اللي هي الانرجي اند مومنتم ميثودز. شابتر 4 اللي هي سيستم اوف بارتيكلز، حدرس مجموعة من البارتيكلز تتحرك مع بعض وبشكل منفصل. شابتر 4 انا هخطي بشكل يعني بيلت ان او مخفي من خلال شابتر 5 و6 و7. الجزء الثاني هو شابتر 5 و6 و7 اللي هي داينامكس اوف ريجيد بوديز، اللي هي ديناميكا الاجسام الجاسئة. حيكون عندي اول شيء الكيناماتكس اوف ريجيد بوديز، بعدين plan motion of rigid bodies forces and acceleration، plan motion of rigid bodies energy and momentum method. شابتر 8 هنستخدم الcomplex number analysis عشان ندرس الكيناماتكس للميكانيزمز والrigid bodies. طبعا هذا الكورس اختياري optional، اذا ضل معنا وقت هنغطيه او الشابتر هذا. إذا ما قدرناش نغطيه هنغطيه في الكورس اللي بعد اللي هو Theory of Machines. الآن تقييم الطالب باتجاه تحقيق أهداف المساق حيكون من خلال واجبات أسبوعية، CAD Problems، Mid Terms. حيكون كل شابتر عليه امتحان مدته ساعة، يعني حيكون عندنا من 4 إلى 6 امتحانات.
حلغي في آخر الفصل أقل درجة حلغيها عن كل طالب. حيكون دي فاينل إكزام، حيكون ديزاين بروجيكتس إذا تطلب الأمر. طبعا كل امتحانات حتكون في الفصل، حتكون نظام الكتاب مغلق يعني closed book. في بعض الأحيان حطلب منكم الواجبات تستخدموا software زي الأوفيس، الام اس وورد والام اس اكسل. طبعا هذا طبقا للحاجة، مش دائما. الليت assignments الواجبات اللي بتتأخر عن تقديمها مش هتقبل. الامتحان النهائي حيكون شامل لكل المادة. في حنستخدم برامج، عشانك بنصح انكم تجيبوا معاكو اذا حدا معاه لابتوب يجيب اللابتوب وينزل البرامج التالية اللي هي آدمز، السوليد وورك، ماتماتيكا، ماتلاب والمايكروسوفت اوفيس. حنستخدم كتير السوليد ووركس وآدمز وماتماتيكا. ماتلاب يعني انتو اخدتوا كورس ماتلاب، انتو احرار ممكن تستخدموا ماتلاب او تستخدموا ماتماتيكا، بس هذه البرامج ابدوا نزلوها وابدوا تعرف عليها وحسنوا قدراتكم فيها. الساعات المكتبية تاعتي حكون عندي السبت واربع من 8 إلى 10، واثنين من 9 إلى 10، يوم الاحد من 8 إلى 9:30. سياسة الدرجات، طبعا عندي الحضور وانك تجيب اللابتوب عليه 5%. طبعا تعريف الحضور، او بدي احكي تعريف الغياب اكثر دقة، تعريف الغياب انك تغيب عن المحاضرة او انك تتأخر، سواء تأخرت دقيقة او نص ساعة نفس الاشي. طبعا حسمح لك تدخل تحضر المحاضرة، بس حترصد انك غايب اذا كنت متأخر، لانه جزء من المساق، جزء من المساق، لان احنا في عنا اربع كفايات: كفايات فنية، كفايات منهجية، كفايات شخصية، وكفايات اجتماعية. من ضمن الكفايات الشخصية انك تلتزم بالوقت، انك تكون منضبط، فانك حضبطها بالشكل هذا. في عندي طبعا في نهاية كل شابتر عندي امتحان، حيكون عندي 4 إلى 6 امتحانات، وحلغي اقل امتحان، اقل درجة من الامتحانات الخمسة او الستة. حيكون عندي CAD problems and projects، وعندي final exam عليها 35%، التوتال بيكون 100%. في سياسات عامة في الكورس، طبعا الغش وانكم تنسخوا، اي طالب ينسخ من زميله، هذا مرفوض بشكل قطعي، لانه في النهاية شغلة غير اخلاقية انك تاخذ شغل غيرك وتنسبه الك. طبعا هذا بيمنحني الحق انه احط لك علامة راسب في المساق اذا انت غشيت. الآن أنا عامل 4 إلى 6 امتحانات، معناته في ما مش حيكون عندي امتحانات تعويضية، مش حيكون عندي امتحانات ميك أب إكزامز، يعني صار عندك ظرف خلال فترة ال4 شهور. أنا حلغي في الآخر امتحان، يعني عامل لكل طالب امتحان عشان الظروف الخاصة، ممكن تكون ظروف مرضية، ظروف نفسية، أو ظروف عائلية. إذا حدا بيتخاطب معاه ممكن يبعث لي على الإيميل. طبعا ما تتوقعوش ان ارد عليكم بشكل فوري، يعني اعطوا نفسكم 2 إلى 3 عشان ارد على الايميل. الان اذا طالب غاب نتيجة ظرف معين، طبعا هو مسؤول عن كل كلمة تنذكر او تقال في خلال المحاضرة. هو مسؤول انه يراجع المحاضرة، يعني المسؤولية بتقع عليه بشكل كامل. إذا غاب المحاضرة كل ما ذكر المحاضرة هو مسؤول عنه. طيب في أي سؤال أو استفسار قبل نبدأ الشابتر الأول؟ نبدأ الشابتر الأول يعني. طيب حنبدأ في الشابتر الأول، هو الشابتر 11 في الكتاب اللي هو Kinematics of Particles.
طبعا V average حتكون تساوي اللي هو دلتا X على دلتا T. إذا بدي أوجد السرعة اللحظية بأخذ الليمت صح؟ الانستنتينوس فيلوسيتي V تساوي الليمت دلتا X على دلتا T as دلتا T approaches zero. يعني حيكون تساوي dx by dt. يعني السرعة اللحظية هي differential لإزاحة بالنسبة للزمن. طبعا السرعة ممكن تكون موجبة إذا بالاتجاه الموجب لمحور الإحداثيات، ممكن تكون سالبة. يعني لو أنا تحركت، لو حكيت أنا هاي الموجب وراي X موجب وراي وتحركت بهذا الاتجاه، السرعة هتكون موجبة. لو كنت هين ورجعت رجوع، اتجاه السرعة تاعتي لورا سالب، معناته إذا بتحرك باتجاه البوزيتيف X أكسس بتكون السرعة موجبة، إذا بتحرك باتجاه النيجاتيف X أكسس بتكون السرعة سالبة. هين بحكي على ديفرنس. يعني انا مشيت مثلا البارتيكل مشي مسافة متر في خلال مثلا فترة زمنية عشر ثواني، السرعة المتوسط طبعا خلال الفترة هذه مش بالضرورة تكون سرعته ايش ثابتة وتكون متغيرة. فأنا السرعة المتوسطة هتكون الفرق اللي هو واحد متر اللي هي V average على عشر ثواني هتكون 0.1 متر بير سكند. يعني خلال الفترة هذا السرعة المتوسطة قد تكون سرعة أقل أو أعلى من القيمة الوسطى. وده الـ X هذا الـ differential، لأنه أنا بزغر time of increment الـ time of increment approaches zero، يعني أنا بأخذها بشكل لحظة بشكل لحظي، عشان هيك بيصير differential. الأكسلريشن بتمثل التغير في السرعة بالنسبة للزمن. عندي جسم at time t كانت السرعة له v. At time t زائد دلتا t، يعني بعد دلتا t زمن، صارت السرعة v زائد دلتا v. طبعا كنت دلتا v تكون بالزيادة أو نقصان، معناته الـ average acceleration a average هتكون تساوي v زائد دلتا v السرعة النهائية minus v على t زائد دلتا t ماينس t. يعني هتساوي دلتا v على دلتا t. اذا باخد الليمت بحسب ال a اللحظية هتكون ليمت دلتا v على دلتا t as دلتا t approach zero بيساوي dv by dt. الآن لا يعني أنه أنا ماشي في الاتجاه هذا اتجاه البوزيتيف إكس أن الأكسلريشن موجبة، ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. ولا يعني أنا ماشي بهذا الاتجاه اتجاه المعاكس أن الأكسلريشن تكون سالبة، ممكن تكون موجبة ممكن تكون سالبة. الآن نأخذ حالات مختلفة. لو أخذت الحالة الأولى، اطلع على طول السهم، هاي V و V برايم، مين أكبر؟ V برايم أكبر من V، معناته وأنا طبعا الجسم ماشي باتجاه البوزيتيف X أكسس، معناته إذا V برايم أكبر من V معناته الجسم بتسارع سرعته بتزيد، معناته الأكسلريشن هتكون إيش؟ موجبة. معناته هين الأكسلريشن هتكون أكبر من صفر،
موجبة. نأخذ الحالة الثانية، عندي هاي V وهاي V برايم، مين أكبر V برايم ولا V؟ V معناته السرعة بتقل، معناته أنا ماشي هاي البوزيتيف إكس أكسس، أنا ماشي بهذا الاتجاه، بديت مثلا بسرعة معينة وكل ما لها سرعة ما لها بتقل، معناته في تناقص في السرعة، تناقص في السرعة معناته اتجاه الأكسلريش حيكون باتجاه المعاكس. يعني أنا الحالة هذه أنا ماشي في البوزيتيف إكس أكسس لكن السرعة تاعتي موجبة والأكسلريشن بالسالب، لأنه الجسم بيمشي بسرعة تناقصية أو بتناقص. حالة ثالثة، عندي جسم ماشي بالنيجاتيف إكس أكسس، هذه V وهذه V برايم، لأن هو ماشي في النيجاتيف إكس أكسس بهذا الاتجاه، السرعة V أكبر من V برايم، يعني بهذا الاتجاه سرعة بتتناقص بهذا الاتجاه، صح؟ معنات الأكسليشن حتكون معاكسة في الحالة هذه، حتكون الأكسليشن إيش مالها؟ موجبة، مع العلم أن الجسم بيتحرك باتجاه النيجاتيف إكس أكسس. الحالة الرابعة، بدأ البارتيكل من النقطة هذه ماشي بسرعة V والسرعة النهاية تاعته V برايم. الآن أنا بديت سرعة معينة من هين وبديت متسارع، معناته أنا بتسارع بهذا الاتجاه، صح؟ معناته الاكسلريشن موجبه، او هاي اتجاه الاكسلريشن بالنسبه للاكس اكسس ايش حتكون؟ نيجاتيف. معناته الفيلوسيتي اتجاه الحركه بحد اتجاه السرعه، لكن اتجاه الحركه مش بالضروره يكون متوافق مع اتجاه الاكسلريشن. خلنا نأخذ بارتيكل بتحرك على خط مستقيم طبقا للمعادلة هذه، x تساوي 6 تي تربيع ناقص تيتا كيب. الآن الاكس تتغير المعادلة من الدرجة الثالثة، ممكن قد يفهم انه الجسم يتحركش على خط مستقيم لأن المعادلة مش من الدرجة الأولى، مش بالضرورة. أنا ممكن أمشي بسرعة، أمشي باتجاه الاكس اكس بسرعة منتظمة، مظبوط، ممكن تزيد السرعة، أنا ماشي على خط مستقيم في الآخر، ممكن تزيد بشكل لينير، ممكن تزيد بشكل نون لينير، فهذه بتعبر عن التغير في قيمة البوزيشن مع الزمن، ما بتعبر إنه هل هو بتحرك على خط مستقيم أو غير خط مستقيم، بس هو في الحالة هذه بتحرك على خط مستقيم طبقا للمعادلة هذه. عندي إكس بتساوي 6 تي تربيع ناقص تيتا كيب. لو بدي احسب السرعه اللحظيه مشتقه ال v تساوي دي اكس باي دي تي، حتساوي 12 تي ناقص 3 تي تربيع. طيب الاكسلريشن دي في على دي تي تساوي 12 ماينس 6 تي. عشان امثل ال 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 A والفي والاكس جرافيكالي مع الزمن، انا هعمل ثلاث منحنيات، واحد للاكسلريشن، واحد للفيلوسيتي، واحد للديسبليسمنت. يعني عندي هين اكس وحدتها متر، هين V وحدتها متر كل ثانية، هين acceleration وحدتها متر لكل ثانية تربيع. الآن حعمل جدول T عندي هين ال X وال V والأكسلريشن.
لو عوضت عن تي طبعا دائما نقطة سهلة صفر، عوضت عن تي صفر اللي بداية الحركة هتكون الاكس صفر والفي صفر والاكسلريشن ايش 12. هنجي لها شوي شوي. الان الاي هي السلوب للسرعة، يعني لما تكون الفي ماكسيمم اي is the slope of v. معناته when v is maximum or minimum بتكون الاكسلريشن ايش مالها؟ زيرو. مظبوط. يعني a بتساوي زيرو وين 12 ناقص 6 تي بتساوي 0. يعني الـ A equal 0 وين بتساوي 2 second. يعني أنا بلزمنا أحط عند 2 second وأحسب الـ A حتكون إيش؟ 0. طيب نحسب V هتكون عندي ال V هتكون 12 في 2 24 ناقص 12 وال X 6 في 4 24 ناقص 8 16. بنفس المنطق V is the slope of X. يعني X is maximum or minimum when V بساوي زيرو. صح؟ معناته خلينا نشوف V متى بساوي زيرو. عوض عن V بساوي زيرو، يعني زيرو هيكون يساوي ستة تي تربيع ناقص تي تكيب 12 تي ناقص ثلاثة تي تربيع. هاخد 3 تي على مشترك هيكون عندي 4 ناقص تي. معناته في از 0، في بيساوي 0 وين تي بيساوي 0 اور تي بيساوي ايش 4 سكند. ما صفر اوريدي غطيناها. الآن عندي تي 4 سكند، نشوف الإكس 6 في 16 96 ناقص 64 32. الفي 12 في 4 48 هي زيرو، احنا حكينا زيرو اوريدي زيرو. ال A حتكون 12 ناقص 6 في 4 سالب 12. طيب احنا اخر شيء نشوف وقت ايش اكس بيساوي 0. اكس بيساوي 0 وين 6 تي تربيع ناقص تي تكيب بتساوي صفر. لو اخذت تي تربيع على مشترك
حيكون عندي 6 ناقص تي يعني تساوي 0 معناته x بتساوي 0 وين t بتساوي 0 or x بتساوي t بتساوي 6 معناته حنحط هين تي 6 الاكس 0 الفي حتكون 12 في 6 72 ناقص 108 سالب 36 هين عندي 12 ناقص 36 سالب 24 معناته أنا مش محتاج أعوض قيم بشكل عشوائي. الآن حبدأ أرسم المنحنيات، حبدأ من الأكسلريشن لأنه درجة تاعتها أقل درجة، مظبوط؟ هين لينير. إحنا حكينا الأكسلريشن at time بتساوي صفر بتساوي إيش؟ 12. هاي عندي نقطة هين 12 و at time equal 2 بتساوي صفر والتغير تاعها خطي معناته خلص بكفي نقطتين حمس رسم خط مستقيم احنا حكينا هاي عندي 2 4 6 عند الأربعة سالب 12 وعند الستة سالب 24 هذا بالنسبة للأكسلريشن بالنسبة للفيلوسيتي عند نقطة T equal 0 هيها وعند نقطة عند T بتساوي 2 12 والاكسلريشن ايش مالها؟ صفر طلع هنا اكسلريشن قيمتها صفر معناته حتكون الفيلوستي حتكون ماكسيمم اللي هي ايش حتكون 12 هين عندي هين عند 2 هين حتكون 12 الان الفي بتساوي صفر عند 4 مش حكينا عند 4 بتساوي 0 4 وعند 6 36 واضح انه هذا ماكسيم معناته حيجي الكيرف حيجي بالشكل هذا نيجي للديسبليسمنت نيجي للديسبليسمنت الديسبليسمنت اول شيء بتساوي صفر عند تي بتساوي صفر وعند تي بتساوي 6 يعني عند هاي نقطه وهذه ايش نقطه الان لما كانت الاكسلريشن بتساوي صفر الاي نرجع نحكي هنا الاي بتساوي دي في by dx بتساوي d سكوير x by dt معناته الاكسلريشن هي المشتقة الثانية للديسبليسمنت صح؟ لما تكون المشتقة الثانية صفر بتكون الفيلوستي ماكسيمم وقيمه الاكس هذه بتكون تعبر عن انفليكشن بوينت نقطه انقلاب انا عندي هين الفي صفر وهين صفر معناته عندي هين حتكون يا مينيمم يا ماكسيمم وهين يا مينيمم يا ماكسيمم
يعني عندي هين كمان اللي هي عند 4 سكند اللي هي 32، وعند صفر صفر، وفي بينهم الاكسلريش بتكون تساوي ايش؟ صفر. انفليكشن دائما الانفليكشن بوينت رياضيا بتصير نقطة تحول بين مينيمم وماكسيمم او ماكسيمم ومينيمم. اذا عندي مينيمم ليفل وماكسيمم ليفل لا يمكن انتقل سموثلي من المينيمم للماكسيمم بدون تو انفليكت، يعني او زي هيك او لازم يصير عندي انفليكشن فيزيكالي، لازم يصير عندي انفليكشن. هذا هو الديفينيشن تاع الانفليكشن بوينت. اذا عندك تو ليفلز ماكسيمم ليفل ومينيمم ليفل وبدك تنتقل من الماكسيمم الى المينيمم او بدك تنتقل بالعكس من المينيمم الى الماكسيمم، يو كانوت موف فروم مينيمم تو ماكسيمم اور ماكسيمم تو مينيمم تو مينيمم وذاوت انفليكشن. ايش عن انفليكشن؟ السلوب مثلا كان هنا عند هين، السلوب هين بزيد بعدين بيصل ماكسيمم بوينت بعدين ايش بيبدا ايش يقل. هاي معنات انفليكت، انفليكت او العكس. فهذه تمثل انفليكشن بوينت اللي هي عند اكس 16، معناته صار عندي هاي نقطه تنتين. انا عارف هذه مينيمم لانه الفيلوسيتي زيرو، وعارف هذه ماكسيمم لان الفيلوسيتي زيرو، وهذه انفليكشن بوينت وهذه زيرو، والايكويشن از نون لينير ايكويشن، معادله غير خطيه، معناته حصير الكيرف بالشكل هذا. أنا مش محتاج أعوض بشكل عشوائي، بدي أعوض بشكل ذكي عشان أرسم أمثل جرافيكالي الحركة. يعني أنا اعتمدت على إنه أنا عندي في عندي اعتمدت على فكرة المينيمم والماكسيمم، واعتمدت على فكرة الإنفليكشن، ودائما ببدأ من نقطة الزيرو. في أي سؤال؟ طيب الآن هنشوف determination of motion of a particle. How to define motion of a particle. عندي ثلاثة كلاسز من الموشن، في ثلاث أنواع من الحركة ممكن نعرفهم. أول نوع الحركة الأكسلريشن بتكون دالة مع الزمن. أكسلريشن is a function of time. الـ A بكون عارفها كيف تتغير مع الزمن. الحالة الثانية الأكسلريشن is a function of position. أنا عارف كيف الأكسلريشن بتتغير مع الموقع. الحالة الثالثة الاكسلريشن از ا فانكشن اوف ذا فيلوسيتي اوف ذا بارتكل، يعني ما اعرف كيف تتغير مع سرعه الجسم تحت الدراسه. حندرس الثلاث حالات بشكل منفرد. حنبدا في الحاله الاولى الاكسلريشن از ا فانكشن اوف تايم. الاكسلريشن از ا فانكشن اوف تايم. A is a function of time بتساوي الاكسلريشن بتساوي dv by dt، صح؟ يعني dv حتساوي f of t dt. لو عملت integral من time 0 to any time t وين من v node to any velocity as a function of time، هذه تكامل تاعها سهل. هيكون v of t minus v نود بتساوي تكامل، انا مش عارف ال of t هذا بشكل عام، تكامل من زيرو ل t ل f of t dt. يعني ال v of t حتساوي v نود زائد تكامل من صفر لتي للاف اوف تي دي تي.
ال V ايش بتساوي؟ DX by DT. معناته DX هتكون ساوي V of T DT. لأن V is already defined as a function of T. فممكن نعمل integral from 0 to T وهي من X نود ل X of T. معناته حصير عندي X of T minus X نود. X نود اللي هي موقع الجسم في البداية بتساوي تكامل 0 ل T ل V of T dt. طيب ما انا حكيت لك حسب الفانكشن الاكسلريشن انا بكون عارف الفانكشن اوف تي وبعوضه هين بعمل تكامل فبصير بعد هيك السرعه عندي معروفه هاد بصير معروفه فانكشن اوف تي بعوض بعمل انتجريشن هذا بشكل عام. الحاله الثانيه العجلة is عبارة عن دالة في مع الموقع is a function of position يعني الـ A is a function of X. الـ A هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية A function of X. الـ A يساوي dV by dT. أنا عملتها بشكل متعمد زي هيك dV by dT. لو ضربت البسط بـ dX على دي اكس دي اكس باي دي تي ايش هي؟ في معناته الاي حتكون تساوي اللي هو في دي في على دي اكس بتساوي ايش؟ اللي هي اف اوف اكس مظبوط؟ معناته في عندي في دي في بتصير f of x dx. لو هعمل تكامل هين من x نود ل x وهين من v نود طبعا v في الحاله هذه حتطلع function of x برضو ل v of x. هسه عندي v تربيع على 2 of x minus v نود تربيع على 2 يصير تكامل من x نود ل x ل f of x dx. يعني حصير عندي v تربيع of x بتساوي v نود تربيع زائد 2 تكامل من x نود ل x ل f of x دي اكس. طبعا انا في الاول بكون عارف الـ كيف بتتغير الاكسلريشن مع الموقع مع اكس. الحاله الثالثه الاكسلريشن از ا فانكشن اوف فيلوسيتي. الحاله الثالثه اكسلريشن is function of velocity. acceleration بتساوي ايش؟ dv by dt مظبوط؟ بعمل انا فصل للمتغيرات separation of variables صح؟ حيصير عندي dv على f of v او خلينا نحكي اللي هو حيصير عندي دي تي بين الطرفين دي تي دي تي في الاف اوف في بيساوي دي في صح؟ يعني دي تي بيساوي دي في على اف اوف في. لو عمل تكامل هين من في نود لفي وهي من صفر لتي حصير عندي تي
بتساوي تكامل دي في على اف اوف في من في نود لفي. او ممكن اعمل اشي تاني، احكي انه اي بتساوي اف اوف في بتساوي في دي في باي دي اكس. يعني حسني دي اكس بتساوي في دي في على اف اوف في. بدي اعمل تكامل من في نود لفي ومن اكس نود لاكس. يعني هكون عندي اكس اوف في ماينس اكس نود تساوي تكامل في دي في على اف اوف في من في نود ل في. في اي سؤال؟ المحاضرة الجاية بنحل اكزامبلز، اقرأوا الشابتر عشان تكونوا جاهزين، وحنغطي طبعا اللي هو حندرس حالات خاصة من الحركة والحركة المرتبطة.